بالفعل المؤتمر الذي بدأ اجتماعاته اليوم اجتماع مغلق ويبدأ غدا اجتماعاته المفتوحة، نستطيع أن نقول عنه نقطة تحول في مسيرة التعدين في المملكة، لأنه يأتي في وقت تم فيه تغيير الأهداف والاستراتيجيات، تم فيه إنشاء حوكمة للتعدين واستراتيجيات تم إطلاقها، تم فيه عمل استكشافات جديدة للمعادن، ومن خلال هذا المؤتمر سوف يتم طرح المشاريع جديدة في المملكة، لكنها من أهم نقطة أنها سوف يتم طرحها بنموذج اقتصادي مختلف عما كنا نعرفه سابقا. معروف أن التعدين في المملكة سابقا كانت تقوم به الحكومة بشكل كبير من خلال شركة معادن، الآن سوف نرى نموذج اقتصادي جديد يتسم في طرح التنافسية ومشاركة القطاع الخاص، وهذا هو من أهم. ما هو الفارق الذي سيشكله يعني دخول هذه الشركات؟ نعم، نحن كما نعرف أن المملكة بدأت في مرحلة التعدين ولديها شركات تعدين كبيرة جدا، استثمارات تصل إلى 200 مليار ريال ممثلة في شركة معادن، رأس الخير، وعد الشمال التي افتتحها مولاي خادم الحرمين الشريفين،